Aujourd'hui, nous sommes dimanche, il est 11h45. Pour les gens qui sont déjà attablés, je peux leur dire bon appétit. Sahar dakom, nes li rahi rah tetrida, rahi l'hda'ith, l'fnash gherba. Ben, c'est le moment de se mettre à table pour les gens qui sont levés tôt. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est le jour du Seigneur, hein, donc pour les gens qui sont à l'église et qui font la prière, on leur dit bonne messe, hein, bonne messe à toutes et à tous, pour nos amis et nos frères chrétiens en Algérie, ils peuvent attendre, ils peuvent faire la prière chez eux, en attendant que ce pouvoir comprenne que l'église n'est pas différente à la mosquée ou à notre lieu de culte. اليوم الحد الناس راهي في ليزيغليز راهم راحوا باش يعبدوا الله تعالى الناس هذو نقول لهم يعني بون ميس على كل حال انا العربيه خليتكم ما نعرفهاش نقول لكم غير بون ميس الناس احبابنا وخوينا وصحابنا اللي هنا في الجزائر اللي ممنوعين باش يصليوا ليزيغليز تاعهم مازالوا مقفولين نقول لهم صليوا واطلبوا مع ربي ان شاء الله هالبوار هذا يهديه ربي ويعرف باللي ما كانش فرق بين الجامع الجامع وين يصليوا المسلمين ويصليوا حنا وبين ليزيغليز وين يصليوا المسيحيين ولا لا سيناغوغ وين يصليوا اليهود هذو كل راهم دي ليو دو كولت دارهم الناس باش يصليوا فيهم برك واحد يعبد ربي ما على باليش انا علاش تمنعوا انا نقول كيما هكا انا نطرح سؤال علاش تمنع واحد يمنع يجي يعبد ربي كي تقول له انت راك هذا الدين هذا راهو ماهوش تاع ربي هذه حاجتك انت متي تقول كيما هكا حتى هما عندهم متطرفين كيما نتوما واللي يقولوا باللي دين الاسلام ماهوش تاع ربي كتبوه العرب جدودهم هما اللي كتبوه هزوا شويه من التراث وهزوا شويه من الانجيل والباقي الشيء اللي يحبوا يزيدوه هما زادوه هما وهذا هو ماهوش تاع ربي هذو الناس متطرفين نتاع الناس اللي من هيد والمتطرفين نتاعنا هنا كيف يقولوا باللي الدين تاع اليهود والدين تاع المسيحيين ماهوش نتاع ربي سبحانه على كل حال هاد الناس هادو ربي يهديهم وهذا مكان انه يبان لي باللي ما كانش كيما لا لايسيتي هي اللي تحمي الناس كل من هالتفاهات علاش لا لايسيتي مش تقول هي تحافظ على الدين بريميرمون تقول كل واحد ودينه علاه كي ديجا كي تقولوا لكم دينكم ولي ديني دونك هذه هي لا لايسيتي الناس اللي يحبوا يروحوا للجامع
مسلمين يصليوا الله يسهل عليهم، الناس اللي يحبوا يروحوا لإنجليز يصليوا على رواحهم، الناس اللي يحبوا يروحوا للكنيسة ولا لأي براسهم، هذه حاجتهم. دونك هذه هي الله يسيتي، هذه هي لكم دينكم ولي ديني. الناس نو قال تمشي كيما هك تعبد الشيء اللي نقول لك عليه، تمشي مع المسلمين والمسلم او الدين تاع ربي هو الاسلام، يعني بالذراع عليك يعني بالذراع ربي يهديكم هذا مكان. الوغ اليوم والله يا سيدي هذو قنوات، هذو اللي عيطوا لهم قنوات زيغو، انا ما عيطت لهمش قنوات زيغو، انا على كل حال انا قنوات اللي يقولوا واش يحبوا الله يسهل عليهم، انا ما نتفرجهم ما والو. بعث لي قبيلت واحد صديق قال لي هاك تشوف كيفاش في ولايه تبسة، ولايه تبسة خرجوا ناس يقولوا بلي احنا بني عم وخو العربي تبسي نطلبوا من السلطات باش تنحي تنزع هذاك التمثال اللي داروه تاع العربي التبسي. هذه مش جديده، ماهي جديده، وكل خطره يخرجوا علينا ناس نهار جاوا يحبوا ينحيوا كيف اسمه العين الفواره، قال لك حقا عين الفواره راهي مراه عريانه، مراه عريانه، يعني ناس توصلوا باللي يعني تمثال تمثال ستاتيو ستاتيو قال لك لا تجوز لا تجوز، هذه مراه عريانة البرا روحوا لبسوا لها قشها وروحوا منها ومنها. وواحد قال لهم بلي انا كيفاش، اخرين بزاف اللي قالوا كيفاش حنا نعقبوا عليها ومع مخلطين يعني مع خويا ولا مع بابا وهي عريانة وما نعرف واش وما نعرف واش، اون ديريكو مراه راهي عريانة قدامهم. حتى ولو كانت مراه عريانة قدامهم الشيء اللي نجمو نديروه اذا المراه هذه مهبولة ولا المراه هذه ما على باليش واش صار لها، نروحو نجيبو لها حاجة نلبسوها لها، وهذا هو باش ما نخليوهاش مسكينة عريانة برك. مي الباقي ما أنا نشوف مرأة عريانة قدامي ولا منا، كي نشوف في راجل عريان قدامي ما عندي حتى مشكل. عندك الناس اللي مرض، اللي مرض بالشي هذا واللي مرض ما يقدروش يتحكموا في قدش، كانوا ناس أنا والله غير خطرة يعني ناس يعني بديت نشوف في ناس يعني ربي يهديهم برك، يعني لازمهم يروحوا يداويو أرواحهم. الانسان اللي يقول لك انا نشوف امراه ما نجيبش نتحكم في روحي وما نعرفو شي ويهضر لي واحد الهضرات كيما هكذا، ساعات نحب حتى نتقيه والله العظيم. هاد الناس هادو لازمهم يروحوا يداووا الروح، خاطرش هما راهم دونجي سادير خطر. كي تشوف انت امراه وتشوف برا هكذا لابسه وكل هكذا ولا كيما قال واحد ديكولتي ولا تشوف منها وتقول لي انا ما نجيبش نتحكم في روحي، انت راك دونجي يا ولدي على دق من دق من بعد راك دونجي عليها. انت تشوف بنتك في العمالة عريانه ولا تشوف اختك عريانه وتشوف منها ما تحكمش في روحك، وعلى هذا لازمك تروح داوي باسكو فوزيت مالاد. الانسان اللي ماهوش مريض يا خويا كون نشوف ساعات نروحوا لي بيسين في ترونجي نشوفوا النساء يعوموا بحذانا عاديين تخلص، بصح اون ديري راهو يعوم بحذايا راجل ما على باليش بها ممكن. والله ما على بالي بها وراه، علاش؟ باسكو الانسان لازم يكون شويه ادمي، يكون شويه انسان. لا انتم المراه تشوفوا فيها غير هالحوايج هذو ولا مي فوزيت دي مالاد باسكو مراكم مرض، سامحوا لي نهضر على هالكاتيجوري اللي يقول لك انا يا خويا انا ما نجمش نتحكم في اعصابي في روحي. اذا ما تحكمش في روحك علاش؟ باسكو راك مريض. نقولوا نرجعوا لهذا التمثال هذا تاع اللي داروه في تبسة تاع يقولوا تاع العربي تبسي ها، وجابوا ماليه يتكلموا هاد الناس هذو تاع شروق، هذو الناس تاع شروق، ويقول لك شخط كبير وتبسة هما راهم اربعه من الناس عمروهم كيما عمروا جماعه بن باديس، وراحوا قالوا لهم بن باديس ما يشبه هذا التمثال ما يشبهش بن باديس حبوا زعما يشبه قد بن باديس، قال لك نقصته سنه ما داروش سنه، قال لك بن باديس كانوا عنده سنه ما عرف قداش، والاخر نقصته سنه، واحد يقول لك لا نقصوه شويه شلاغ نقص بن باديس كان عنده والله غير ربي يهديكم يا ناس، والله غير ربي يهديكم. وراحوا هاد الناس هادو وكي لقاو الحكومه ضعيفه، لقاو الحكومه ضعيفه وراحوا نحاو هذا التمثال تاع بن باديس، نحاوه من قسنطينه. الوغ حنا ما يهمناش، حنا كيما نحاو التمثال تاع بن باديس، حنا نقول لهم نحيو التمثال تاع هذا تاع كيف اسمه والله هذا تاع العربي التبسي. العربي التبسي على كل حال باش نعرفوا ديجا تبسه هذه، تبسه راهي بلاد تاع الامازيغ باش نفهموا مليح. والعربي التبسي اللي ما يعرفوش هو كان انسان يكتب هكذا ويقرا القران، ويعني هما يقولوا العلامه العلامه عالم، حنا كي نعرف واحد عالم واش هو عالم؟ عالم الانسان اللي يدير انفونسيون، واحد كيما قلت لكم يجي يدير كمبيوتر هذا عالم، واحد يلقى باغ اكزومبل
هذا كيف اسمه يلقى الفاكسان نتاع لي فيروس ولا نتاع مرض ولا نتاع منها. هذا علم، علم اللي درنا الضوء، هذا علم، علم اللي درنا مع بليش هذا اللي نهضروا فيه دوكا ولا اسمه علم. مي علم مالا انا علم، انا هاني نحتا نكتب مالا حتى ماشي جورناليست، مالا انا علم، انا تا واش علم، علم تاع الريح. انا لو شيطان انسان كي ظل واش يقولوا نيكريفان كيما هذا ربي يرحمه، هذا كيف اسمه العربي تبسي، العربي تبسي عمره ما كان علم، لا هو لا حتى لا بن باديش واش من علماء، العلماء يقولوا علماء المسلمين كيما دوكا هذه الجمعيه تاع اللي حاكمين دوكا العلماء المسلمين ما عندهمش كثر ماني موين يعيطوا لهم العلماء، علاش باسكو حفظوا القران؟ نو مي هذا تنجم تعيط لهم ما على باليش انا حافظين القران ما على باليش تعيط لهم، بصح العلماء بعد شويه بعد شويه عليهم العلم. الو العربي التبسي هو اسمه نورمالمون فرحاتي، العربي فرحاتي وزاد في السطح ميم با في تبسا، وهو من لاتريبيو هذه نتاع الهلاليين، هو مش امازيغي على كل حال، مش امازيغي، راح قرا في تونس ومن بعد جا في الجزائر كيما قال واحد وقعد يناضل ضد الفرنسا. ديجا هما هذو العرب هما قبل الفرنسا هما ديجا هما اللي دخلوا على علينا ودخلوا على الاخر، هذا يعني الناس هذو اللي راهم يقولوا باللي حنا رانا ما نحبوش التماثيل ومنا نحيوا التمثال تاعكم هذا ديوه لبلادكم ولا كسروه ولا منا، وما تقولوش صنم، انا بنصلح لكم برك، انا من براسكم ما هضروش بغيتو، مي الصنم زي والتمثال زي. كي تقولوا باللي النبي عليه الصلاه والسلام وراح يكثر يكسر في التماثيل هذوك ويدقدق فيهم ولا منا، راكم غالطين، راكم غالطين وتحبوا تغلطوا الناس. النبي عليه الصلاه والسلام الوقت هذا كانوا ناس جهلاء جاهلين، يعني ما يعرفوا والو مساكن، واش يديروا؟ ما يعرفوش شكون هو ربي، ما قراوش، ما شافوش، يحسبوا هما كي يشوفوا هكا التصويره يحسبوها يقول لك هذا هو ربي. هما تا ذوك الصنم هذوك اللي راحوا داروهم هذوك بودا وما نعرف واش يسموهم هذوك ما عرفتش بهم واش يسموهم بكري، راحوا يعبدوا فيهم، يحسبوا فيهم ربي يعبدوا فيهم. مليون كيفاش شفتوا انتم واحد في تبسه يعبد هذا كيف اسمه العربي تبسي، باش تقولوا عليه هذا صنم؟ احشموا شويه خليكم انتم مسخير، على بالنا على واش تهضروا الشيء هذا، انا فاهمينكم فاهمينكم انتوما بكم الامازيغ كي عاد حاطين الاخر كيف اسمه، حبيتوا انتوما تنحيوا هذا باش يطلعوا باغزومبل البوفوار كامل قال نحي علينا كيما خطرة اللي قال لهم نحيوا علينا التماثيل دخلوهم لي ميوزي، ورد عليهم كيف اسمه واحد السيد على كل حال اللي كان باش قال لهم اللي راح يدخلوا لي ميوزي هما العقليات الناس اللي كيما هذو هما اللي يخشوا لي ميوزي، عنده الحق. باسكو انا واش يعني حبيت نسال سؤال، هل الناس هذو مساكن نقول لهم يا ولدي راكم غالطين في الشيء راكم تقولوا فيه، علاش؟ باسكو التمثال كيفاش تخدم؟ يا اخي جاو ناس بخدموا بيديهم كيما هكذا، شوف الواحد يحب يصور باغزومبل العربي التبسي يصوروا هكذا بيدو بيدو ولا يديروا بالبيتون ولا يهز اباراي فوتو ويصوروا كيما هكا، يصورك انت ولا يصورني انا ولا يصور واحد ويدير ونكبروا. واش تخمو لو كان نروحوا نديروا التصويره نتاع هذا العربي بن هيدي نصور بالطلاف نهزوا لافوطو نتاعو ونعاودو نصوروها ونديروها كبيرة ونحطوها ثما تجيو تكسروها، قال نو ما لا يجوز. يا كيف كيف بالتصويرة بلاباراي ولا باليد ولا بالبيتون تصويرة ما فيها حتى حاجة، وماهوش صنم، الصنم هو اللي يعبدوه. لو كان شفتو نتوما الناس جاو في تبسة يعبدوا في الناس هذو الآن قال لهم يا جماعة نعلو الشيطان ما تعبدوش هذا الصنم هذا هذه تصويرة، كيفاش تعبد التصويره انت؟ هذا هو الصنم. مي كنتوما راكم بون نروحوا نسمعوا هاد الناس اللي يقول اللي دزوهم راهم دزوهم لازم كان الناس يدزو فيهم ساكن كذا، وانتوما وربي قال والرسول قال وما نعرف واش وما نعرف واش وما نعرف واش بالعاني كيما داروا العربي التبسي عبد الحميد بن باديس، وراحوا لعبد الحميد بن باديس وحبوا ونحوه خاطرش علاش الدوله ضعيفه كي واش الدول اللي ضعيفه؟ الناس اللي في البوفوار هما اللي ضعاف، هما اللي ضعاف، وعلى هذا راحوا نحوها. لو كان كانت الدوله قويه قال مشي تلعب على روحك، مشي تلعب، هذا كي نحطوا لك في دار نتاعك قال لا ما يتحطش، بصح حنا حطيناه في قسنطينه، وقسنطينه راهي بلاد نتاع الجزائريين كاملين، ماهيش تاعك انت ولا نتاع ماهيش حتى نتاع اللي ساكنين تما، باسكو هذوك لي زابيتون يسكنوا تما برك ماهيش تاعهم، هي نتاع الجزائر كامله. ما تجيش انت تدبر علينا واش نديروا واش نحطوا واش نديروا كي قلت بلي عبد الحميد بن باديس راهو خالك ولا جدك ولا منا هذه حاجتك،
بصح حنا نحطوا واش نحبوا حنا في 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 في, في, في المدينه تاعنا ونديروا نو. شافوا باللي راحوا جال كي جا الغاشي ومنا راحوا خافوا راحوا نحاو. الور اليوم كيف كيف هذا حنا نقولوا حنا نزيدوا نقولوا حنا نزيدوا دوك نسمعوا هذا الشيء هذا واش راه يقول هذا الناس واش راه يقولوا اللي جاوا تلموا ما لقاو ما يديروا جاوا تلموا قال حقه هذا ما يشبهش داروا لهم خروف داروا المخروف راحوا حرقوه الخروف قال لك ما عندوش قرون اسمعوا لي مش قالوا شافوا حاجه اخرى البحث قال لك كبش راحوا شافوا مش الخروف سامحوا لي كبش راحوا شافوه كي شافوا الكبش شافوا حوايج تحت قال لك ما كيفاش يا اخي مراد يا اخي والله العظيم غير مراد الناس والله العظيم والله غير. عندك الحق يا دكتور العاليه والله يصبح هذا والله غير الناس والله انا نحترمكم ونقول لك يعطيك الصحه يا دكتور العاليه قطع عليا قال لي يا ولدي راه لازمنا نداويو الناس قلت له كيفاش قال لي لازمنا نداويوهم ماهوش بالواحد قلت له واش سيروجيان وستاند ميدسان يداوي في الناس ومنا قال لي راه لازمنا ما عادش تنفع هكا ما عادش قلت له واش كيفاه قال لي لازمنا نديرو لهم تريتمون كوليكتيف هكا بعد قال لي ان تريتمون كوليكتيف يعني نداويهم جماعيين قلت له كيفاش انا راه نجيبوهم كل قال لي لا ما نجيبوهم لا والو قال لي نطلعوا للشاتو دو قال لي نديروا لهم الدواء ونلوحوهم في الشاتو دو كيحلو هما العيون يلقاو يشربوا بلا ما يفيقوا بلي راهو الدواء باش يهديو الاعصاب نتاعهم وباش دي ترونكيليزون وحوايج كيما قال واحد باش كيما كان تحل المخ نتاعهم وكذا عندك الحق يا الدكتور العاليه الوغ نسمعوا الناس هذا واش يتكلموا ومن بعد نرجعوا هذا هو العربي تبسي وهذا خو العربي تبسي يقول وهذه قناة زيغو هما بزاف قنوات زيغو ماشي واحدة برك اسمعوا واش يتكلم هذا فوالا كما قالهم بعد قالهم باللي حرام حنا الدين تاعنا يقول باللي حرام وقال لك هما حاطين له سبحه قال لك هما حاطين له سبحه في يده وحاطين له كتاب لهنا قال لك نو هو عمره ما هز كتاب قال لك هو كان كلش عنده في الدماغ نتاعو وقال لك ماهوش كما يقولوا هما كما يقول السيد هذا قال السيد هذا يقول هكا قال هذا على كل حال قال باللي ما كانش يهز كتاب وما كانش يهز الاخر وعلى هذا احنا نطلبوا من السلطات ينحيوه وحنا ثاني انا ثاني باسم الامازيغ الاحرار ما نهضرش على الناس اللي باعوا ضميرهم هذيك الله يسهل عليه هذيك دبر راسهم نهضر على الامازيغ الاحرار حنا نقول لهم نضم صوتي هذا الصوت تاع الشيخ هذا ونتاع العائله نتاعنا هذا العربي بن مهدي نقول لهم نحيوه وراح نرومبلاسيوه ماسينيسا ولا رومبلاسيوه باسكو تيفست اتونسيون تبسا راهي ماشي تبسا راهي بدل الاسم تاعها هي اسم تمازيغي تيفست باش نتفاهموا مليح وكان ماسينيسا ثما دونك حنا راح نرومبلاسيوه بالماسينيسا نديرو ماسينيسا ولا نديرو يوغرتا ولا نديرو اكسل ولا نديرو نتاعنا حنا في بلادنا نديرو نتاعنا هذا يحبوا يديوه البلاد هما يهزوا يديوه البلاد هما ولا يحبوا ينحيوه ولا يحبوا يكسروه ولا يحبوا يديوه نحيوه لهم واعطيوه لهم وخلاص لا غالب واش تحبوا عندك بور الناس هذو اللي هذو الناس مساكن اللي يقولوا باللي راهو كما قال واحد الدين تاعنا ماهوش كما هكا السيد هذا يهضر على الدين تاعو هو صادير كي قبل ها قبل خلاص الدين تاعو هو صح الاسلام بصح الدين تاعنا حنا ما كانش الاسلام حنا نو ما تغلطناش يا سي يا شيخ هذا خو العربي بن مهدي الدين تاعكم انتوما اللي كان اسلام
وكان كما قال واحد يهضر على هذا كيف اسمه التكسار تاع هذا اللي يقولوا عليهم انتم صنم ومن تهضروا على واحدكم. مي حنا ماسينيس عمرو ما كان مسلم، يغرطا عمرو ما كان مسلم، باش نتاهو مليح. ومن بعد الناس اللي دخلوا في الاسلام كي جيتوا انتم واحتلتوا الجزائر وقتلتوا الناس باسم الاسلام وذبحتوا الناس باسم الاسلام وسرقتوا المال نتاع نتاع الامازيغ باسم الاسلام وقلت له اللي ما يدخلش الاسلام يحيوا راسه، الناس خافوا ودخلوا الاسلام. هذا هو. دوك حنا ما نرجعوش، اذا رجعنا للتاريخ عمرنا ما كنا مسلمين، اوني تي با دي مسلمون دو تو دو تو دو تو. عندك نسمع فيها كنا رات واحد السيد اللي يقول على ماسينيسا باللي راهو كيف اسمه باللي راهو كلب نتاع الروم. يا اخي كلب نتاع الروم ولا كلب نتاع اليهود ولا كلب نتاع ما على باليش فرنسا ولا كلب نتاع ما على باليش حتى اللي تحب تقول عليه انت شكون هو هذا. يا اخي راهو ماسينيسا في بلاده او في بلاده يا اخي، وما تعقدناش خلاص خلاص. واذا ما عجبكش الحال يا اخي روح لبلادك، هذا ما نقول لك. اذا احنا ما نحافظوا حتى واحد الانسان اللي يقعد معنا مرحبا مرحبا به، مرحبا بكل واحد. احنا اليهود ونقبلوهم ما كان حتى مشكل. عندك باش تجي انت تنعتلنا باللي راهو الروم ومن هنا، وانتم واش كنتوا انتم؟ انتم ما انتم انتم ما نو انتم كي جيتوا حنا عيطنا لكم قلنا لكم روحوا اقعدوا عندنا هكذا. هي انتم كنتوا دي كولونيزاتور، انتم دخلتوا علينا وقتلتوا ناس باسم الدين وكذا وكذا. سي لا ميم شوز، واش الفرق بينكم انتم بين الروم ولا بين فرنسا؟ واش هو الفرق برك؟ وموان كاين فرق، انا الفرق اللي نقوله لكم هو مليح، هو الفرق ان فرنسا بنات الجزائر. مين انتم واش بنيتوا ولا واش درتوا؟ اعطيونا حاجه نشوفوها. طراش اعطيونا حاجه قال هذه جابوها العرب كي دخلوا على شمال افريقيا. نعطيونا واش جبتوا باش نجمو حتى انا نهضروا. قال ودي هما كيما فرنسا نقولوا بلي فرنسا راهي كي جات راهي بنات ودارت وخلات اليوم اليوم الناس اللي ساكنين فيهم كل الدار اللي ساكن فيها هنا تاع فرنسا. دونك الناس الفرنسيس اللي بنا اللي راحوا خلاوها وسكننا فيها حنا، دونك هذا كل تاعهم هما. وانتم واش جبتوا؟ جبتوا القتيله والذبيحه والسرقه، حتى كنتوا تسرقتوا الذهب من هنا وسميتوه غنيمه، سميتوه غنيمه. دوك انا نروح لواحد ما نتفاهمش انا وياه، نتضارب انا وياه في الدار نتاعو، نغلبو نقتلو ونزيد نهز الذهب نتاعو والحوايج نتاعو ونجي رايح. كي يهضروا معايا قال هذه غنيمه، هذه غنيمه. يعني شفتوا الناس كيفاه يتمسخروا بكم الناس على كل حال. وي الناس هذو نتاع تبسه لازم يا سيدي الوالي انا اللي كنت نتمنك نشوف مع وزاره الداخليه ونحيو هذا التمثال هذا نتاع العربي التبسي، ما عندنا ما نديرو به حتى حنايا، نحيوه فوالا، رجعوا هذا اللي داروا ولا اللي حطوا رجعوه له. وهذا الناس هذو قال حنا راح نرومبلاسيو هذا التمثال هذا بماسينيس ان شاء الله بحول الله، ولا بغرطه ولا باكسل ولا بواحد من نتاعنا حنا. على هنا علاش هما في العربيه السعوديه ولا في اليمن ولا منا داروا هما اكسل ولا داروا منا؟ ما داروش هما، داروا هما ما كي جاوا حتى هنا عندنا حنا داروا الابطال نتاعهم، الابطال نتاعهم كيما هذا كيف اسمه ما عرف كيف اسمه ولا نسيت ولا الكريمينال هذا داروا له عقبه. هذا عقبه سيدهم، سيدهم عقبه بن نافع، سيدهم هما حنا مش سيدنا حنا، بالنسبه لنا حنا كريمينال. هذا السيد هذا قتل الناس وذبح الناس، دونك هذا السيد هذا حنا نقول له كريمينال. كي داروا له هذيك في الستاتيو نتاعو بطل بيان سور بطل، بصح كي نديروا حنايا شي شناق ولا نديروا حنايا اكسل ولا نديروا حنايا ماسينيسا لا يجوز لا يجوز. سي فيني الشيء اللي راح يكون بكري راح يكون بكري، الرجوع الى الاصل فضيله. نقول لكم قيم ديال هنا ان شاء الله، من بعد ان شاء الله نعاود لكم نرجع لكم في كانش فيديو اخرى. وهذا الناس هذو كيما قال واحد حنا ما نسالوهمش، الانسان اللي يحب ينحي الستاتيو نتاعو كو سوا سيرتو سيرتو الناس هذو اللي مش ماهمش تاع الامازيغ، نحيوهم قبل ما يجي نهار وين يتنحاو بالقوه.